رصد مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية في وقت مبكر تطورات إعصار ميكونو، وقد تنبأ بمساره باتجاه سلطنة عمان، وذلك منذ بدء تشكله في بحر العرب. بدأت مراقبة وتغطية حركة الإعصار من قبل خبراء طقس العرب الجويين على مدار 24 ساعة لما يقارب 100 ساعة عمل متواصلة، وذلك من خلال النماذج الجوية العددية الخاصة بطقس العرب وصور الأقمار الاصطناعية المربوطة مباشرة مع مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية. وقد تم تقديم العديد من النشرات الجوية المتلفزة والتي بثت عبر وسائط طقس العرب المختلفة والتي جلبت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، كما واعتمدت العديد من القنوات الفضائية والإذاعات طقس العرب كمرجع أول ورئيسي للحديث عن الأسباب العلمية وتطورات الإعصار على مدار الساعة من خلال مقابلات مع خبراء طقس العرب. مدينة صلالة التي هي عاصمة محافظة الظفار ومحافظة الوسطى، السواحل العمانية تحديدا عن صلالة الوجهة. كما وتمت تغطية الإعصار عبر تطبيق وموقع طقس العرب من خلال إصدار الإشعارات لمستخدمي التطبيق في سلطنة عمان والصادرة عن الأرصاد العمانية والمملكة العربية السعودية. ومن خلال التغطية المباشرة التي تمت على مدار 3 أيام استقبل تطبيق وموقع طقس العرب أكثر من 2 مليون زيارة خلال هذه الفترة. ولأول مرة في الوطن العربي قام طقس العرب بعمل بث تلفزيوني مباشر ومفتوح على مدار 30 ساعة متواصلة من مركز طقس العرب الإقليمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني وتطبيق الهاتف. واحتوى البث المباشر ربطاً مباشراً مع التلفزيون العماني وصور الأقمار الاصطناعية والنشرات الجوية الحصرية المصورة في استوديوهات طقس العرب، وحظيت التغطية على أكثر من 3 ملايين مشاهدة.